السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقائي؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله، هل اشتقتم إلي؟ وأنا أيضا اشتقت إليكم. سوف نبدأ اليوم درسنا من المرحلة الابتدائية، الصف الثاني، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي، موضوع الدرس الوحدة السابعة، تدريبات درس وسائل الاتصال. يا ترى هل قرأنا الدرس جيدا؟ رائعين! وهل جمعنا صور جميلة عن وسائل الاتصال وألصقناها في الدفتر؟ رائع، ممتاز! والآن لنبدأ بدرسنا اليوم، التدريبات. الأهداف من درسنا اليوم: سنتعلم فيه استخدام أسلوب التمني بليت في سياقات لغوية، التمييز بين اسمين من الأسماء الخمسة أبو أخو، أنمي لغتي، أصل الكلمة بمعناها، يطمئن عليه، ما معناها؟ يسأل عن أخباره أم يطلب حضوره؟ أحسنتم، يطمئن عليه معناها يسأل عن أخباره. الحمام الزاجل، يا ترى ما معناها؟ الحمام الذي يؤكل أم الحمام الذي يوصل الرسائل؟ هيا، رائع! الحمام الزاجل هو الحمام الذي يوصل الرسائل. أصل الكلمة بضدها، الحديثة ما عكسها؟ القديمة أم الجديدة؟ أحسنتم، الحديثة عكسها كلمة القديمة. الأداء القرائي، أقرأ وألاحظ، أقرأ وألاحظ الحرف الملون في أول الكلمة، همزة قطع وهمزة وصل. همزة القطع ماذا يكون عليها؟ أحسنتم، ألف عليها همزة، وهمزة الوصل ألفا دون همزة. أحسنتم، هيا نقرأ. أحسنت يا أحمد، نوع الهمزة هنا؟ رائع، همزة قطع. اتصل الأب بالجد واطمأن على صحته، ثم وعده باصطحاب الأسرة لزيارته في القرية. ما نوع الألف هنا؟ رائعين، همزة وصل. أحسنتم، أقرأ وألاحظ، أقرأ وألاحظ الكلمة الملونة. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده ليطمئن عليه. كانوا يستخدمون الرسائل المكتوبة والحمام الزاجلة لإيصالها. من وسائل الاتصال الحديثة شبكة المعلومات الإنترنت. التراكيب اللغوية، استخرج من النص، استخرج من النص كلمات تشابه المثال المعطى في كل مجموعة. المجموعة الأولى الكلمة هي، رائع، أحمد، وتبدأ ب همزة قطع. ممتاز، هيا نستخرج. رائع، كلمة أصبح، أخبار، أراد، أبي. المجموعة الأخرى كلمة الاتصال، أحسنتم، وتبدأ بهمزة وصل. رائع، هيا نستخرج.
الحاضر، العالم، الحديثة، الهاتف. رائع. استخدم ليت للتعبير عما يتمناه صاحب الصورة. الصورة الأولى. أحسنتم. ليتني أملك الكثير من المال. الصورة الثانية. رائع. ليت قدمي سليمة. الصورة الثالثة. ليتني أستطيع الرؤية. الصورة الرابعة. رائع. ليتني أعود إلى المنزل. أحول أبوك أخوك، وهما من الأسماء. رائع. وهما من الأسماء الخمسة. أضع الكلمتين مكان الكلمات الملونة. مثال: أبو أحمد يهاتف والده. أبوك يهاتف والده. هيا. أخو أحمد يستخدم شبكة المعلومات. ما هي الكلمة الملونة؟ رائع. أخو أحمد. ماذا أضع؟ أخوك. رائعين. أخوك يستخدم شبكة المعلومات. وصف أبو أحمد العالم بالقرية الصغيرة. ما هي الكلمة الملونة؟ أبو أحمد. رائعين. ماذا أضع؟ رائع. كلمة أبوك. وصف أبوك العالم بالقرية الصغيرة. أقفل أخو أحمد جهاز الحاسوب. ما هي الكلمة الملونة؟ أخو أحمد. ماذا أضع مكانها؟ أخوك. أحسنتم. أقفل أخوك جهاز الحاسوب. أبو أحمد بار بوالده. ما هي الكلمة الملونة؟ رائعين. أبو أحمد. ماذا أضع مكانها؟ أبوك. أبوك بار بوالده. التعبير. أعبر. أكتب أربع جمل عن جهاز التلفاز وفوائده. هيا. هل تحبون التلفاز؟ رائع. هيا نكتب. أحب جهاز التلفاز، فهو مسل وممتع. أستطيع من خلاله مشاهدة أحدث أفلام الكرتون والبرامج المفيدة جدا مثل عالم الحيوان، وأعرف من خلاله أخبار العالم من حولي. هل فهمتم التمارين؟ رائع. اليوم في التمارين ركزنا على همزة الوصل وهمزة القطع، وركزنا أيضا على أسلوب التمني بليت، وأيضا ذكرنا الأسماء الخمسة وهما أبوك وأخوك. رائعين يا أطفالي، بارك الله فيكم. والآن المطلوب منكم بأن تراجعوا هذه التمارين مع الماما وتفهمونها جيدا وتكتبونها بخط جميل في الكتاب. هل اتفقنا؟ رائع يا أبنائي. ولا ننسى يا أبنائي بأن نحفظ جيدا معاني الكلمات. رائعين، وبارك الله فيكم، وشكرا لكم لحسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا. والآن
إلى لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله. مع السلامة يا أطفالي، وبارك الله فيكم.